السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة الواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أزحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيا نبدأ الدرس. الدرس 95. سوف نتعلم في درس اليوم كيف يدور الحوار بين الصديقين حول عيد الأزحى. حامد: السلام عليكم. محمد: وعليكم السلام. حامد: كيف حالك يا أخي؟ محمد: أنا بخير الحمد لله. حامد: لما يسمى هذا العيد بعيد الأزحى؟ محمد: لأن الله أمر المسلمين بالأزحية في هذا اليوم. حامد: لماذا يذبح المسلمون الحيوانات في هذا اليوم؟ حامد: يذبح المسلمون الحيوانات في هذا اليوم إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام. محمد: ماذا يذبح المسلمون من الحيوانات؟ حامد: يذبح المسلمون من الحيوانات البقرة والشاة والخروف والجمل والثور والكبش. محمد: أي يوم تذبح؟ حامد: أنا أذبح في اليوم الأول. محمد: هل تشاهد الذبح؟ حامد: نعم أشاهد الذبح. حامد: كم سهما تجعل للأزحية؟ محمد: أجعل 3 أسهم للأزحية، سهم للفقراء والمساكين، وسهم للأقارب، وسهم لأنفسنا. حامد: هل تدخل اللحم في الثلاجة؟ محمد: نعم أدخل بعض اللحم في الثلاجة. حامد: هل تجفف اللحم في... حامد: لا نجفف اللحم في الشمس. محمد: هل تشبون اللحم؟ حامد: نعم نشوي اللحم. حامد: هل تذهب للنزهة مساء العيد؟ محمد: لا بل أذهب إلى الأقارب. حامد: كم يوم تعطي المدرسة الإجازة بمناسبة العيد؟ محمد: تعطي المدرسة الإجازة 9 أيام. حامد: حسناً سررت بلقائك. أرجو أن الدرس واضح. سوف نحضر في خدمتكم إن شاء الله يوم الخميس الآتي مع الدرس الجديد. أرجو منكم المشاركة في القناة والنشر إلى الآخرين. وداعاً.